راجل عادة مش بنعمم طبعا، بيقلق راجل العربي بيقلق من ان المرأة تبقى ناجحة اكتر في شغلها، يبقى على عندها فكرة علاقات الراجل بيزعل اقوى، تبقى شخصيتها لما الاقي اقوى، الست ناجحة، تبقى في دماغها رجالة اكثر ذكاء بس من وجهة نظره، تبقى بالعكس مثقفة والله في اكثر، رجالة بتزعل. فبيقلق عشان ده بيهدد تعريف الرجولة عنده. يعني هو مش فكرة الرجولة، الرجولة مفهومها غلط، احنا محتاجين نعيد ضبط كتير جدا من المصطلحات منها الرجولة. هل صحيح. ده احساسه بالتهديد او ان هو لازم زي ما حضرتك قلت كده هي الشكليات، فلازم انا الشكل بالمنظر كده انا المسيطر وانا الاقوى وانا الافضل وانا الافهم وانا وانا كل افعل التفضيل انا؟ الحقيقة حياتك سؤال هايل، وبالذات في جزئية اللي هي السؤال كله كويس قوي عجبني جدا، بس في جزئية اللي هي إحساس الهزيمة. الهزيمة لا يتقبلها الرجل الشقي، الرجال عموما يعني بس طبعا احنا عشان يعني هزيمة من مين؟ في شغله؟ في المجتمع؟ الهزيمة أمام المرأة بالتحديد لما يحس يعني إنها صح؟ لما يحس، لا هي بتتكلم عن حاجه ثانيه، لا يحس انها اقوى اقوى، هي اقوى وبرايها وصح. انا فاهم صح، انا فاهم بقى ايوه، الموضوع بقى عليا حاجه ثانيه ان الراجل، ان الراجل يرفض ان هو الست تكون تكوني اقوى اقوى منه. اقوى بقول بس منه. انا فهمت، لا انا متهيألي السؤال سؤال يعني ادق شويه، هي قصدها العمل بالتحديد، لان تعريف الكرامه عندنا في خلط، مش كرامه بس، تعريف حاجات كتير في خلط. ففي الكرامه اكتر حاجه بتوجع الراجل الشغل، الشغل بالتحديد او الفهم، هو بيعتقد ان هو فاهم احسن، اللي هي نظريه الضلع، وقال عارف الحاجات اللطيفه دي. فانت عندك حق، اغلب الناس على حد علمي، اغلب يعني انا في واحد صاحبي بقول لك، واحد راجل هايل يعني بيشتغل في مالتي ناشونال كومباني، لما بيجي يكلمني على مالتي يقول لي الدكتوره كذا دي استاذه كبيره في كليه صيدله وبتاع. طب ده معناه ايه؟ فخور بيها قدام قوي. الناس، لان هو قوي، قوي. هو ممتلئ، لانه واثق في هو انسان مليء. معنى كلامك ان لو هو ما كانش بنفس القوه والفهم لا لا ما كانش هو كان يتكلم عليها كده، حتى لو هي تفوقت علميا في كاريرها، بس ده واحد في عشان كام هو الف قوي. بقى. عشان هو قوي الغالبيه العظمى بيفهم في كل حاجه، ده اقول لك حاجه، طبعا ده بيفهم في حاجه ما شافهاش، يعني بيكلمها على حادثه بتاعت المدرب اللي هي بتاع العيال بتاع السباحه، وهو عمره معها النادي من اساسه، وهو عارف احسن، عارفه ليه؟ لانه راجل. فاللي بتتكلم عليه سهير هانم ده المظبوط جدا، اللي هو قلت إيه؟ في الفاصل ان هو الهزيمه مكبوت، على جميع الاصعده، هو مكبوت، ما هزيمه على جميع الاصعده يواجهها كثير من، مش اغلب، انا سايبك تتكلم كثير من، من انت لا ترد، مش كل كثير من، عشان ما احبش اعمم، 99.9% من الرجال مش للدرجه، لا مفيش احصائيات، ده بهزر ما عدا واحد يعني بهزر بهزر، قصدي صيغه مبالغه. بالمناسبه دي هقول لحياتك حاجه ببساطه قوي، النهارده لما تكوني عايزه سباك، اوعى تقولي ملوش علاقه بالموضوع، عايز سباك بتكلمي صاحبتك وبتاع، وست تقول لك ده انا اعرف، ده لا لا ده انا اعرف اصل نائب رئيس مش عارف ايه، يعرف واحد سباك هايل، لان ما فيش سباكين يعني سباك بجد، دكتور بجد، لما حد بعد الشر يعني هم اتنين دكتور اللي بيعملوا الصفايح، واحد تحت سينما ستراند، واحد اتنين مهندس. هذا الفشل الكامل المجتمعي، ما في رجاله وستات، فالرجاله فشلهم في الشغل بس وجميع الاصعده من وجهه نظري، فاللي بيحصل ان هو مهزوم. طب مين اللي قدامه يقدر يطلع فيه؟ احنا الست. طب مامته الاول لغايه يعني ما يتجوز. طب ما هو ده اللي انا يعزم مامته. لا لا استنى واحده بس، طب استنى بقى انت احمد اتفضل. نينات استنى يا محمد، نينات الاول عنده رواسب وباك جراوند وجاي يطلع عقده فينا، مش عقد بدون مقاطع حضرتك، زي ما استاذه سهير قالت وهو بيقول الراجل الممتلئ، افتكر اللقاءات المليء ممتلئ تدخين المليء اللقاءات بتاع الدكتور عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب جوز فاتن حمامه وزويل والباز، وهم بيتكلموا على زوجاتهم، وبيقول ده انا بسيب لها المصروف بتاع البيت، ده هي بتديني المصروف بتاعي، وبيتكلموا بكل فخر. الراجل لما بيبقى واثق في نفسه وحاسس ان هو يعني مسيطر، وان هو مطمن، وهو مدي الست كل الصلاحيات ان هي تدير، هو بيقلع همومه ومشاكله بره البيت، هو عايز يدخل يستريح. الراجل ليه بيتجوز ويدفع مهر وشبكه و احنا ما اختلفناش وجهه النظر، انا طول الوقت بصعد له مشاكل. استاذ سهير بتسالني انت هتسافري مع اصحابك، هو اللي لازم يحس بيا ان انا محتاجه السبيس ده، هو اللي لازم لو في حب وفي علاقه انسانيه طيبه
هو اللي يقول لي تمام. وفي برضه هو في اوقات انا اجي اقول له انا نفسي سوين. لكن لو هو اناني وسادي ومعقد ده استحاله الحياه. انا معاكي بس هل هيبقى فيها مشكله ان انا ممكن اجي اقول له انا نفسي اسافر مع اصحابي بالمشاكل والكوارث واقول انا هطيع او ممكن تردي على سؤالي؟ اتفضلي. لو هنفترض ان انا جيت قلت للراجل ده اللي هو جميل وحلو قوي انا نفسي اسافر مع اصحابي هل ده يبقى حاجه غلط؟ طب ما هو التايمنج مش لازم يكون حاسس. لا انا اخترت التايمنج الحلو انا اخترت كله تمام وانا جيت قلت له انا نفسي. اقول لك وما ليه انت ارتضيتي ان يبقى بينك وبين زوجك عقد جواز؟ ربنا هو اللي قال هو له القوام. يعني نرجع نقول تطيعه بس هو الوقت خلص للاسف. بس خلاص ان هي تطيعه بس هو كمان ما يكونش السيد اللي بيسهر بره واللي بيقعد للصبح. لا يكون مسؤول يكون راجل سوي واثق بنفسه. لما الست امينه خرجت بره البيت وهو طردها هو ما قدرش يخرج لانه هو حس ان هي كانت عماد البيت. لما رجعت هو استرد حياته. هو حتى لو بيخرج وبيهيص هو حاسس ان هو عنده حد هو واثق فيه في ده. ايوه انا فين في الليله دي؟ معلش انت عمالين تكلموا انا اروح بقى تعيشي كمان. لا طب لا يعني ننام طول الوقت. ننام طول الوقت بنتكلم مع بعض. هو طب وانا